كل ما تكون الاستشارة الطبية مبكرة، كل ما الإنسان حافظ على حياته من أن يفتك به هذا الفيروس. هذا رقم واحد. الرقم الثاني أنه الفئة العمرية اللي هم 60 فما فوق، هم ذول أكثر الناس اللي يعني جهازهم المناعي يكون شوية ضعيف، فما يتحملون الضربة الشديدة مال الفيروس. ومع ذلك حتى لو أصابوا هؤلاء، فإذا راحوا مبكرا وطلبوا العناية الطبية أو شافوا طبيب أو راجعوا مؤسسة صحية واكتشفوهم مبكرا، فمن الممكن أنه يتعالجون ويمشي الموضوع بدون أن يؤدي إلى الوفاة. الفئة الثالثة هي اللي ما لها علاقة بالفئة العمرية، هم الناس اللي هم يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي بالجسم، وخصوصا واللي يعانون من أمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى. هذول بأي فئة عمرية ممكن أنها تكون حياتهم مهددة؟ هم طول بأي فئة، ماكو أي مشكلة. وطبعا الخطورة تكون أكثر لما يكون العمر 60، يعني هو عمره 60 وعنده قلب وشرايين وسكري وكذا، وهاي بعد أكثر يصير. والفئة الأخرى هم اللي يأخذون أدوية تقلل المناعة، يعني بعض المرضى هو يأخذ أدوية تقلل المناعة مالته، خصوصا اللي يأخذ يعني مثلا أجريت له عمليات زرع الكلى، بعض الأمراض المفاصل اللي يأخذون بها بعض الأدوية اللي تقلل المناعة، أيضا بعض الأدوية السرطانية اللي تنزل المناعة مال الجسم وكريات الدم البيض. هؤلاء هم أخطر فئة، يحتاجون إلى أنه يبتعدون أو يلزمون بيتهم وما يطلعون نهائيا من البيت، ويبقون خلال هالفترة بالبيت.